يضيع الحسين يضيع الطريق إلى كسب الجنة. ومن يحب الحسين ويعرف الحسين ويقتدي بالحسين فهو الذي يكسب رضا الله عز وجل في هذه الحياة. وإذا خسرنا الحسين نخسر كرامتنا وعزتنا وشرفنا وإيماننا وكل ما هو واجب علينا في هذه الحياة. ربنا عز وجل يتحدث عن الذين هم الأخسرون، ليس الخاسرون وإنما الأخسرون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. من يضيع الحسين تشمله هذه الآية المباركة، فهو لا يعرف الطريق إلى الله عز وجل ويريد أن يصل إلى الجنة، لكن الطريق إلى الجنة يحدده الله ولا يحدده البشر. وربنا عين أن الطريق إلى جنته أن نبتغي إليه الوسيلة، وقال في كتابه الكريم وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة يحددها الله ولا يحددها البشر.